استاذ عبد العزيز بخار، مرحبا. اليوم انت باسم حزب الميزان تقوم بالحمله الى جانب السيد استاذ النقيب طلبي، بغيتك تعطينا اول ارتسامات اوليه على هذه الحمله، كيفاش بدات التجاوب ديال الساكنه؟ ثانيا شنو هو البرنامج العملي؟ كفانا من الشعارات، احنا بغينا برنامج عملي. تلاحظوا بان مجموعه ديال المشاريع اللي هي موقوفه التنفيذ الان، لا المحطه الطرقيه ولا السوق الاسبوعي ولا مجموعه ديال الحاجيات ديال الساكنه راه كيكف عفريت. واش نتوما كحزب الميزان عندكم القدره على باش تخلقوا التوازن وتخلقوا المفاجاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنقدم الشكر ديالي للجريده ديالكم. من هذا المنبر الموقر كنبغي نوجه النداء ديالي للناخبين باش يقوموا بالدور ديالهم بما نطويهم ويصوتوا ويقوموا بالتغيير، لان التغيير كما كنقول دائما هو ما يمكن يحدث الا بهم ولصالحهم. حنا املنا كبير في هاد الشباب، بالاخص هاد التسجيلات الاخرى اللي كانت تمت، انهم يقوموا بالتغيير وبدلوا الوجوه القديمه اللي برهن التاريخ انها ما عطات والو لهاد المدينه. والدليل على هذا الشيء هو ان المشاريع كلها واقفه وموقوفه التنفيذ، وهاد المشاريع موقوفه التنفيذ كلها داخله في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، حتى المجلس ما بعيد كل البعد على هاد المشاريع، رغم ان البعض يتبناها، هاد المشاريع يتبناها، وهذا بحد ذاته خطير ويشكل حمله سابقه، كيشكل حمله سابقه للاوان ديالها. ولكن خالد الساعه راه ديال لاكومين، الساعه دابا اللي وقفتوا ورفعتوا الشعار قدام الساعه ديال لاكومين، راه من العهد، كانت من العهد ديال السي بركات، راه عندها سنين ما عمرها تحققت اصلا، هي ما عمرها خدمات ساعه، ما عمرها خدمات. المجلس اللي تغلبوا انه يحقق ساعه ويخدم ساعه، هذا غادي يخدم مدينه ككل كامله. حنا برنامجنا ما نقدروش نكذبوا الناس، عندنا برامج اللي كتهم الساكنه بالدرجه الاولى، تشغيل تواصل مع الناس، لانه كاين واحد السياسه كينهجوها هاد الناس السياسيين، كيبانوا من انتخابات، كاين اللي ما كيعرفوش الناس وما يقدرش حتى يمر بحال هكذا ويتواجه مع الناس ويشرح ويتواصل معاهم ويعطيهم على الاقل غير الرمز ديالو بيدو. الناس مخزونه، كتجي حتى لاخر لحظه تفرق الفلوس، كاينه الفلوس اسي، كاينه فلوس. كنتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام على، ولكن من تحتيها، من تحتيها على بزاف الحراج، السلطات اللي بغات تعرف بزاف الحوايج من تحتيها كتعرفها، والفلوس ما كتعرفهاش ما كتعطى من تحتيها. نعم. انا نعطيك على سبيل المثال، بالامس القريب واحد السيد بغى يحل في النافذه صغيره منين يتنفس الهواء، ساكن هو وليداتو بغى يتنفس، وقفوا عليه قياد ومقدمين وناس كل شيء، وشي باغي يريب ليه شي ما عرفش باغي يدير، هذاك بان ليهم، والناس كتعطي الفلوس بالملايير ما كتبانش ليهم. اذا كاين شويه، كاين واحد، اذا كاين تجاوب في البدايه ديال الحمله، كيفاش تشوف انت؟ على ما كيبان كاين تجاوب مع الحمله ديالنا بشكل خاص، هذا ماشي غرور، وني بشكل خاص، لان لائحتنا كنعتبرها لائحه نظيفه ايمانا بالديمقراطيه الداخليه. انا استحييت نتقدم كوكيل لائحه كيفما مالف امام النقيب السيد حبيب طلبي، لانه حاصل على الدراسات العليا المعمقه في العلوم السياسيه، وانا شخصيا لو لم اكن ارى له سجل نضالي الشخص المناسب، وانه انسان غيور على المدينه ويمكن يحدث تغيير. بغيتك تعطيني واحد الاطلال على هذه اللوائح اللي هي دابا تنشوف دابا تتوزع، يعني كاين فيها وجوه قديمه وكاين فيها وجوه اللي هي جديده، فيها شباب ولكن فيها حتى الناس اللي سمعتهم خيبه، يعني واش تتقاسم معنا نفس الراي احنا كمواطنين؟ يعني تنقول لك انا رائد المواطن، رائد المواطن الحقيقي خصو يدلي به في الصناديق، راه ملي كتجاوب مع الناس كلهم كيقولوا بحال هذا الكلام، واني في الصناديق كتلقى كلام اخر، لحقاش الناس اللي واعيين بهذا الشيء ما كيمشيوش يصوتوا، خاصهم هما اللي يمشيو يصوتوا. كاين ناس ضعفاء فقراء، الله يحسن الاهوان، هذا ما كيعطيهمش مبرر انهم يبيعوا اصواتهم، يبيعونا ويبيعوا بلادنا، ما كيفهمش، ما كيعطيهمش هذه الصلاحيه، واني الله غالب. اذا تشكراتي للسي عبد الخاخ، ونتمنى لكم حظ سعيد في الانتخابات.